بسم الله الرحمن الرحيم. We continue on heart disease, pathology of the heart, ischemic diseases, ischemic heart disease. Okay. We discuss the ischemic heart diseases. The syndromes of ischemic heart diseases. Syndromes of ischemic heart diseases. أنجينا بكتورس الذبحة الصدرية أنجينا بكتورس whether it is stable أنجينا or unstable أنجينا الأنجينا المستقرة الذبحة المستقرة أو ذبحة غير مستقرة okay. بعد myocardial infarction احتشال العضلة القلبية myocardial infarction أو anterior myocardial infarction chronic ischemic heart disease which may lead to heart failure, congestive heart failure. But sudden cardiac death, sudden cardiac death. These are the sequelae of syndrome of ischemic heart disease. Acute coronary syndromes. اللي هي شنو? Acute coronary syndromes. Unstable angina. With myocardial infarction. Or sudden death. Sudden cardiac death. Okay. These are the ischemia, the result of ischemic heart diseases. Ischemic heart disease means decreased perfusion to the cardiac muscles cells because of its deficiency. Where in the coronaries, insufficient coronaries, blocked or obstructed coronaries. Okay. ischemic heart disease risk خطورة وين تكمن بالischemic heart disease بالnumber of plaques كلما زاد number of plaques كلما زادت الخطورة and distribution of plaques أحيانا نصير على مفرقة الشرايين اللي هو وصير critical يعني درجة الانسداد كبيرة size مالت الحجم structure of the plaques نجي للأكوت كورونري سيندرومز. أكوت كورونري سيندرومز are frequently initiated by an unpredictable and abrupt conversion of stable atherosclerotic plaque to unstable and potential life-threatening atherothrombotic lesion through superficial erosion, ulceration, fissuring, rupture, erosion, ulceration, fissuring, rupture, or deep hemorrhage, usually with superimposed thrombosis. يعني شنو يعني هاي القضية الحادة يسمونها acute coronary syndrome اللي هو يجي severe chest pain المريض dyspneic tachycardic and occasionally cyanotic هذا المريض من يجي بهالطريقة هاي بطريقة غير متوقعة مفاجئة هو المريض already atherosclerotic وعنده plaque ولكن plaque stable قوية مبني عليها فايبرين البليك هي اثروميتس بليك طبعا من الكوليسترول ملفوف حولها الفايبرين البلاتليت ايضا كان لها رول في قضيه البليك فورميشن لكن اللي يصير شنو اللي يصير قد تبدا القضيه بسوبرفيشال شنو السريشن سوبرفيشال السريشن يصير جرح بهاي البليك أو تشقق لأنه بسبب الدفع اللي يجي من البلاد المرة يعني في النبض أوكي وأحيانا تنفجر رابتشر يصير وإذا صارت رابتشر ونزف داخلي ديب همرج شو يصير يصير ثرومبوس وتروح السد للشريان ديستالي أوكي يعني في المنطقة الأبعد نجي للإبيديميولوجي انتشارها وبائيتها يعني هذه ال it is the same as atherosclerosis يعني coronary syndrome لأن هي الحقيقة result of atherosclerosis half million die of ischemic heart disease yearly in USA half million 1 million in 1963 طبعا ليش لأنه
كان البريفنشن اقل كنترول اوف كنترول ريسك فاكتور. وطبعا كلما كان ايرليير كنترول بيتر دايجنوستيك ميثود. اوكي، و هاي اللي اريثيميا كنترول، البيركوتينيوس جيوبلاستي، الكابيج ايضا اللي هو كوروناري ارتري باي باس جرافت وريثيميا كنترول، كلها سهلت حولت هذا المليون في عام 1963 الى نصف مليون. اوكي، 90% of ischemic heart disease patients have atherosclerosis. 90% of ischemic heart disease atherosclerosis. وهذا أمر طبيعي جدا. No surprise here. ماكو دهشة هنا. يعني 10% ممكن تكون سبازم. سو ischemia. Other causes. Okay. نجي للأكوت كورونا سيدروم. Factors. اللي هي أهم شيء وأكبر شيء وأكثر شيء اللي هي أكوت بلاك، هذه السدادة وهذه الكتلة الكبيرة التي تشتكل حتى تسد الشريان، بعد معها انفلاميشن التهاب، ثرومبوس تشكل وتنفتح وتصير الهربشر وتصير ثرومبوس، بعد فازو كونستريكشن. اوكي، نجي للأكوت بلاك تشينج. بلاك تشينجز شو اللي يصير بالبلاك؟ احيانا ستيبل هي وستيبل انجينا، والمريض مثلا عنده فد 30% انسداد، لكن متشكله سداده علوه يعني في داخل الشريان، وهي عباره عن قلب من كوليسترول كريستالز اللي موجوده، هذا الكوليسترول، وبعد وصايره فوم سيلز وماكروفيج مبتلع الكوليسترول وستايروفوم سيلز، وبعد جاي الفايبرين زين وصايرة قوية ما تنخلع، لكن شو يصير بها؟ يصير بها رابتشر أو يصير بها ريفيشرينج أو يصير بها إيروجين وألسريشن، يعني تعري تتعرى وتتقرح وتطلع عندنا شيني الإكسبوزينج إكسترا سيلولار ماتريكس، أو يصير نزف بداخلها. أوكي، معناها بلاك دونت هاف تو سيفير ستينوتيك ايكوز تشينجز. يعني 50% اوف انتريال مايوكارديال انفاركشن ريزلت فروم ثرومبوسيس اوف اور اكوت مايوكارديال انفاركشن ريزلت فروم ثرومبوسيس اوف بلاك شونج ليس ذان 50% ستينوسيس. يعني هاي هنا مهمه، يعني يجوز بعد ما مسوي حتى 50% ستينوسيس ولكنها تسوي لي اكوت كورونري سيندروم. وهنا الأمثلة هاي هنا، هذا هنا بشكل هنا صايرة سدادة، هنا بليك بعد هي، وتقريبا يعني أكثر من 50%. هنا سادة صايرة كلوت بليدينج. في نجي للإنفلاميشن، إندوثيليال سيل ريليز سايكليك substances cyclic يسمونها selectins. endothelial cells release some substances that initiate inflammation. T cells for example release tumor necrosis factor. Tumor necrosis factor T cell tumor necrosis factor interleukin 6 interferon gamma to stimulate activate and activate the endothelial cells and macrophage at T cell بالinflammation. بعد C-reactive protein اللي هو شنو alpha 2 globulin predict the probability of damage in angina patients. Thrombus either cause total occlusion or partial occlusion or go away distally to be as embolus, so in embolization. Vasoconstriction, some circulating adrenergic agonists, مثلا alpha agonists. Platelet release product, for example, adenosine diphosphate. Endothelial release factors such as endothelin. All these are vasoconstrictors. Again, vasoconstrictor play a role to decrease, to cause ischemia.
هنا شنو الأكيوت كورونري سيندروم شو يصير بيها؟ عندنا نورمال بلد فيزل، هذا الانتيما وميديا وادفنتيشيا، اوكي؟ بالاثيروسكلوروتيك هاي البليك، شوفوها هنا بداخل القلب البليك شنو هو ليبيدز، هاي يسمونها اثيروسكلوروتيك بليك، واللي هي شنو؟ بداخل طبقة الانتيما، اوكي؟ أول طبقة بالبطانة. هذا فيكس كورونري اوبستركشن وهنا ستيبل انجينا تصير عند المريض بسبب الديفيشنسي لانه تقريبا نصف قطر الوعاء النمو. لكن شنو مصير هاي البليك؟ مصيرها اما يصير به تقرح قليل بدي تنزف في شيء شيء تنجرح يعني. اذا انجرحت شو يصير به؟ تجي البلاتلت اجريجيت هنا حتى تسوي كلوت. اجت البلاتليت راح يصير هيلينج للوون. البلاتليت تجي تتجمع كثير وبعدين يجي تجي فايبروبلاس ويصير الهيلينج. ايش راح يصير بعد؟ يضيق القطر اكثر، يضيق كميه الدم اللي تموت اقل، وصار هيلينج. هذا مصير هاي البلاك اللي صار بيها تقرح، اما يصير لها هيلينج وتتضخم هي، او يصير لها بلاك ديستربشن رابتشر يعني تنفجر نفسها السدادة والكتلة هاي الشحمية التي تحركت وتشققت تنفجر. وش يصير؟ يصير ميورال ثرومبوس with variable obstruction، فالدرجات من الobstruction صار الobstruction هنا أكثر، أو لا سوي occlusion أصلا occlusive ثرومبوس، ثرومبوس كامل بحيث يسد الشريان كامل. طبعا هنا شنو فيكست هو كورونري اوبستركشن بات سيفير، لكن هنا انستيبل ما ثرومبوس او شو يصير ثرومبوس كميورال ثرومبوس او اكلوزيف ثرومبوس. كورونري ارتري باثولوجي ان اسكيميك هارت ديزيز، كورونري ارتري باثولوجي ان اسكيميك هارت ديزيز أنواع السيندرومز اللي هي كلينيكال سيندروم ستيبل أنجينا تعني استينوسيس أكثر من شنو 75%، لكن ماكو بلاك ديستربشن فقط استينوسيس، بعد ثرومبوس ماكو بلاك أسوسييت ثرومبوس. هذه ستيبل أنجينا. لأن ستيبل أنجينا فاريبل يعني أكثر من 75 أقل أكثر فاريبل، لكن الديستربشن شنو فريكوانت وعنده شنو ثرومبوس نون اكلوزيف بعد هي ما ساد الشرايين، هاي انا ستيبل انجينا. ترانسميورال مايوكارديال انفاركشن معناها من يصير انفاركشن شنو صار نكروسيس بالمايوسايتس، صار نكروز معناها شنو البلد كلوز يعني ما ماكو شيء. فاذا ايضا السايز هنا فاريبل الاستينوسيس وفريكوانت رابتشر، but the thrombus here is occlusive thrombus. When you see the infarction معناها ان الثرومبوس شنو occlusive. subendothelial myocardial infarction زين ما ادري variable هنا اكثر اقل من 75، وكذلك disruption قد يحصل وقد لا يحصل زين، لكن widely variable بالنسبة للبلاك associated thrombus maybe absent maybe partial or complete or lysed. Sudden death usually severe stenosis و البلاكس are frequent متعددات زين، والبلاك disruption frequent وبس متعددة يعني كل ساعة كل ساعة صاير تعدد بالانفجارات مال البلاك. often small platelet aggregation and thrombi and thromboembolism يصير و sudden death. انجينا بكتورس انجينا اللي هي ذبحه صدريه يوجوالي بارادزيزما سادن ريكيرنت يعني راجعه، المريض يجي يكون هيستوري اوف انجينا تقريبا تطول من 15 ثانيه الى 15 دقيقه الى ربع ساعه. ريدوس بيرفيوجن بات نو انفاركشن، الانجينا ما صاير به انفاركشن بات بيرفيوجن ريدوس فسبب لي الام. Okay, three types: either stable,
انجينا اللي هو ريليف باي ريست اور نايترو جليسيرين. برنس ميتال انجينا اللي هي سبازم، مو بلاك ناشي، وانما سبازم صاير بالشريان. سبازم از ذا مين فيتشر ريسبوند تو نايترو جليسيرايد. اكو اس سي اليفيشن بالاي سي جي، بتشوف اس سي اليفيشن. Often younger with people not much atherosclerotic narrow. Okay, هاي يسمونها برينزميتال انجينا اللي هو سبازم. Unstable انجينا كريسندو يسمونها بري انفاركشن. كيو ويف انجينا ايضا يسموها، يعني اكو تشينج بالكيو ويف. Perhaps some thrombosis. Perhaps some non-transmural necrosis, perhaps some embolization, but disruption of plaque is universally agreed upon. يعني هاي بالين ستيبل انجينا يصير disruption of plaque. Okay. Myocardial infarction بعد أكثر يصير، الإسكيميا يصير أكثر، deficiency of oxygen يصير أكثر، deficiency of perfusion يصير أكثر. فريزلت النكروسيس ترانسميورال versus سب اندوكارديا اللي هو اينر، يعني بمقارنة الاندوكارديا اللي هو ثلث تقريبا. اوكي، ريسك فاكتورز عادة الاثروسكلروسيس most are transmural and most are caused by coronary artery occlusion. هو هذا شنو هو المايوكارديال انفاركشن، اكثر شيء transmural واكثر شيء القضيه coronary artery occlusion. اوكي، انسداد يعني اوكلوزيف، هنا مو ستينوتيك فقط، يصير اوكلوجن ويصير انفاركشن. اوكي، and the 10% of transmural myocardial infarction not associated with atherosclerosis. 10% إما vasospasm مثلا مثل ما قلنا سبازم، أو إمبولاي ماكو atherosclerosis بس أكو إمبولاي جاية مثلا mural thrombus أو unexplained بالحقيقة، هاي كلها 10%. نجي الميوكارديال ريسبونس الفيتشرز، onset of ATP depletion يعني adenosine triphosphate depletion within seconds, loss of contractility within 2 minutes, ATP reduced okay to 50 of normal 10 minutes to 10% to 50% of normal 10 minutes to 10% normal 40 minutes, irreversible cell injury here 20 to 50 to 40 minute, microvascular injury more than 1 hour. هاي الريسبونسز مال المايوكارديوم وين الاسكيميا. اوكي، البروجريشن اوف نكروسيس هذا اللي يصير يحصل، شوفوا هنا رايت كورونري ارتري هذا وليفت كورونري ارتري هذا، يصير هنا اكلوجن، هذا اكيوت كورونري شنو ارتريال اكلوجن. اذا صار شو يصير عندنا؟ يصير عندنا الكروس سكشن من هذا اوبستركتد كورونري ارتري، هذا كورونري ارتري يصير بي اوبستركشن، وهذه المنطقه شو يسميها انفاركشن الكروسيس، هذا مايوكارديال انفاركشن. زين، تايمينج اوف كروس اند مايكروسكوبك فايندينج، الكروس اند مايكروسكوبك فايندينج اللي هو من أول نصف ساعة إلى 4 ساعات ماكو تغييرات بالجروس، بالمايكروسكوب كان يوجوالي نان. أوكي، لكن من 4 ساعات إلى 12 ساعة يصير أوكيجنال دارك موتلينج، بقع سوداء شوية يصير، وهنا بداية كوغليشن نكروسيس إديمة هيمرج بالمايكروسكوبك. بعدين بال 12 ساعة لل 24 ساعة دارك موتلينج، يصير سواد، يصير تبقى كبير سواد. بعدين يصير coagulation necrosis وبكنوسيس وتغيرات بالنيوكلياي
hyperosinophilia, marginal contraction, band necrosis beginning in neutrophilic infiltrate, 1 إلى 3 days, mottling with yellow tan infarction center. السنتر يصير يلو بعد شاحب. اوكي coagulation necrosis ايضا, loss of nuclear striation, interstitial infiltrate with the neutrophils. 3 إلى 7 أيام يصير hyperemic border, central yellow tan softening, beginning of disintegration of dead myofibrils with the dying neutrophils, early phagocytosis of dead cells by macrophage at infarct border. 7 إلى 10 أيام maximal yellow tan and soft with a depressed red red tan margin. Okay. بعدين well developed phagocytosis of dead cells, early formation of fibrovascular granulation tissue, تبدأ عملية الهيلينج. من 10 إلى 14 يوم تتحول هذا red grey depressed infarct border. زين حتى صاير مثل الندبة depressed أيضا. Well established granulation tissue with new blood vessels and collagen deposition. 2 إلى 8 أسابيع grey white scar راح يصير scar ويصير ندبة واضحة بيضاء. Progressive from border toward core of infarction, increase collagen deposition بالميكروسكوب with decrease cellularity. أكثر من شهرين يصير complete scar, dense collagenous scar. هذه هي العقابيل والنهاية والصورة المورفولوجية بالجروس والميكروسكوبيك البكتشر تو مايوكارديال انفاركشن. وهنا واضح شو اسمه اللي يصير الديوان بكنوسيس. هذا الديوان بكنوسيس يعني يسمونه الويفنس, يعني هذا التموج يشوفون هذا على شكل تموج بكنوسيس. زين 3 إلى 4 أيام النيوتروفيلز راح تبين عندنا. هذه 3 إلى 4 أيام هاي النيوتروفيلز جدا عالي هنا أكثر شيء, وهي الخلايا الصغيرة أصغر خلايا كريات الدم البيض هي النيوتروفيلز. هاي 3 إلى 4 أيام بعدين تجي نشيل الخلايا الأكبر المالتي نيوكليت تصير جاينت سيلز. أوكي جاينت سيلز بعد 7 أيام اللي هي ماكروفيتس. بعدين بالأسابيع راح شو يصير عندي, راح يصير عندي organization. زين وبعدين شو يصير, يصير مصل fibrosis. okay after months reperfusion يعني من يصير من يسوي لي أنت percutaneous angioplasty ويسوي تبج مثلا عملية فراح يجي الدم يسمونه ريبيرفيوجن. أو تعطي ترومبولاسيس مثلا مادة الأكتيليز التروبتوكاليز وذوب الترومبوس أيضا راح يصير ريبيرفيوجن. هاي ريبيرفيوجن cannot restore necrotic or dead fiber, only reversible injured one and prevent further necrosis. يعني هذا الأكشن مالت الريبيرفيوجن whether by ترومبولاسيس whether by BTCA اللي هو بيركتينيوس ترانس كورونري انجيوبلاستي والكورونري ارتري باي باس جرافت, هذني بعد الديد تيشو ما يرجع حي ابدا. النكروسيس خلاص نكروسيس, وانما الريفرسبل انجري ممكن تحصل. ولذلك اكو يسمونه ريبرفيوجن انجري اللي تطلع لنا نتيجه فري راديكلز وانترليوكينز. اوكي نجي للأكوت مايكارديال انفاركشن دياغنوسيس. أكو سيمتمز اللي هي chest pain, severe chest pain, زين dyspnea, tachycardia. زين نجي نسوي له ECG اللي Q wave تبين بالمايكارديال انفاركشن. يعني بعد Q wave بعد T wave inversion T-nex. هذا شوف ال Q wave, هاي ال Q wave وهاي تي ويف هنا راح انفيرتد تي ويف. زين شو يصير عند المريض والاس تي تي اليفيشن, اس تي تي اليفيشن هاي شوف هذا الارتفاع في حين في الوضع الطبيعي لا يجي لهنا. هاي كيو ار شنو اس هنا لا الاس تي تي اليفيشن. اوكي
diaphoresis تحرك عند المريض 10% of myocardial function silent with Q waves بس silent ما عجوز 10%. اوكي هذا CKMP هو ايزو انزايم اللي مرتبط فقط بالعضله القلبيه يزيد. تروبينين 1 and تروبينين T better يعني كريزلت تقرا التروبينين C-reactive protein predict risk of acute myocardial infarction in angina patients. Complications of myocardial infarction, wall motion and abnormalities. يصير خلل بالجدار وضعف في جدار القلب وفي العضلة القلبية ويجوز يسوي لي شنو أرثيميا عدم اتساق الكهربائيات القلب أو rupture of infarction من 4 إلى 5 أيام أو بريكارديتس يعني البريكارديوم الشغاف right ventricular infarction حتى تشمل right ventricular مثلا infarct extension امتداد infarction يزيد الميورال ترومبوس يصير ventricular aneurysm أصلا انتفاخ بالventricle بابلري بابلري muscle dysfunction regurgitation يصير بالفالس congestive heart failure كل هاي complication of شنو of acute myocardial infarction. Okay. Ischemic cardiomyopathy. Progress to congestive heart failure often with no pathological or clinical evidence of localized infarction. It may result in extensive atherosclerosis أو العلل مالتها. There is no infarction and there is hypertrophy and dilatation present. Okay. Sudden cardiac death. 350 ألف سنويا. Die of you know, sudden cardiac from atherosclerosis. Non-atherosclerotic sudden cardiac death. مثلا congenital coronary artery disease, aortic stenosis. Mitral valve prolapse, myocarditis, cardiomyopathy. Okay, sudden death in young athletes, cardiomyopathy. دول اللي يقعون بشكل مباشر الشباب الزهار مراهقين اللي هو يجي يقع بعد ما يلعب رياضة وشي لأنه هذا obstructive cardiomyopathy يصير. وصير شنو مايوباتي يصير هايبرتروفايت سبتم فينتركلر سبتم ومني يلعب رياضة عش يصير يصير تاكيكارديا والسبتم هايبرتروفايت فتقريبا يسد الأورتيك فالف يسوي الديفيشنسي اللي بين يوقع المريض ويموت شاب صغير sudden death in young athletes. Okay. Pulmonary hypertension أيضا cause of sudden death. Conduction defect hypertension hypertrophy of unknown etiology. Autopsy finding in sudden cardiac death more than 75% narrowing of 1 to 3 vessels هو coronary زيادة بعد وتلقى healed infarctions أكو يعني صاير infarction وطيبات صاير infarction في 40% منه arrhythmias is often the very convenient conclusion when no anatomical finding are present example West basket diagnosis arrhythmias اللي هي شنو الارثيمياز اللي هي تسع ارثيمياز اتنى الف
fibrillation, ventricular fibrillation, atrial tachycardia, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia إلى آخره. اللي يصير sequelae of infarction and make the sudden cardiac death. Okay.